فقرات ملهمة بتعنى بإرادة الفرد وبتقديم أفكار جديدة للشباب وقصص نجاح لتعطيهم كل ما هو مفيد وجديد ولتأكد على القيم الإنسانية المختلفة، بالإضافة لتقديم فقرات فنية. كل هالشي بيتضمنه مسرح الفكر الجديد. مسرح الفكر الجديد اللي أسسه الناشط الاجتماعي ماهر قدورة بيقدم أفكار متنوعة بطريقة ممتعة بتركز على الإصرار والمثابرة وتعزيز ثقة الإنسان بنفسه من خلال النظر للإمكانيات اللي بيمتلكها بداخله، وبتركز على إنه السعادة ما بتيجي بس بالمال. وانبثاقاً عن مبادرة المسرح، يقام مهرجان الفكر الجديد سنوياً اللي بيقدم وصفات جديدة لحياة أفضل ومواضيع عديدة بيصل عددها لـ200 موضوع إلها علاقة بالحياة اليومية والعملية والشخصية. محتوى المهرجان هذا العام رح يكون تحت عنوان شو الطبخة، ومن تنظيم مؤسسة الجود للرعاية العلمية. تخلك إيش قلت لي عم نطبخ هون؟ ماهر البس هذا ويلا نشوف شو بطلع معنا. يلا توكلنا. المي وأعطيني رشة أفكار. رشة أفكار، أحلى رشة أفكار. أيوة. وكمشة إبداع. كمشة إبداع، هاي كمشة إبداع. ايوه نص كيلو انجاز وكتر نص كيلو انجاز. يا هاي بطلت الطبخه صارت مهرجان. ما ضل غير نخطهم كلهم مع بعض وبتكمل الطبخه، وهي اخر وحده. جاهز؟ يلا. فكرك زبطه؟ مهرجان الفكر الجديد بيهدف إنه يكون مصدر إلهام للمجتمع الأردني والعالم العربي من خلال مواضيع منتقاة بعناية بتم عرضها بطرق مبتكرة غير تقليدية. لقناة رؤيا إلين يوسف.